بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده فيديو بسيط كده عن الهارت بيرن ديورنج بريجنسي. يعني انا الكلام هي موجه اكتر للسيدات الحوامل. بدايه كده، هذه المشكله تحدث في 30 ل 80% من الستات الحوامل بيجي لها هارت بيرن. طيب ايه سبب هذه المشكله؟ اليوترس لما بيكبر بيضغط على المعده، فالمعدة بتضغط على الصمام اللي ما بين المريء والمعدة، فيبتدي الصمام ده ايه؟ الصمام هيفتح. لما الصمام يفتح يبتدي يحصل ايه؟ عملية الارتجاع بتاعة حمض المعدة اللي هو ال HCL. فبالتالي تلاقي السيدة بتيجي تشتكي لحضرتك تقول لك أنا عندي حرقان على صدري، اللي هي مشكلة الهارت بيرن. يعني ده هنا سبب المشكلة. طيب ازاي نحلها؟ تعال نشوف الأمريكان بورد اوف فارماكوثيرابي، كتاب البورد الامريكي للفارماكوثيرابي سنه 2019 علينا ايه؟ قال لنا رقم واحد في حاجه اسمها نون ميديكال تريتمنت او نون فارماكولوجيكال تريتمنت، يعني انا مش هدي ادويه في هذه المرحله. النون فارماكولوجيكال تريتمنت عباره عن ايه؟ والله انت هتقول لها مثلا ايه؟ بلاش تاكلي اكله تقيله وتخش تنامي. ما هو اصلا المفروض هذه النصيحه توجه لاي حد، يعني ما فيش حاجه اسمها انت تاكل وتخش تنام على طول، لا، لازم تستنى ساعتين ثلاثه على الاقل وبعد كده تدخل تنام. يعني انت مثلا كلت الساعه 5 يبقى تخش تنام الساعه 7 او الساعه 8، تمام؟ لكن تاكل وتخش تنام ده هذا خطأ جسيم. خلينا متفقين على كده، مش للحوامل بس، لا، لجميع البشر. دي نقطه. هتقول لها مثلا ايه؟ بدل ما تاكل وجبتين مثلا في اليوم يكونوا دسمين قوي، لا بلاش، يعني جزئي الوجبات يبقوا اكتر من وجبه على مدار اليوم، بدل ما تاكل وجبتين ويكونوا دسمين جدا هم اللي بيسببوا لها هذه المشكله. فانت هتنصحها انها ايه؟ انها تاكل تقسم وجباتها على مدار اليوم، اللي هو smaller more frequent meals زي ما ذكر الكتاب بالظبط. طيب في حاله ان النون فارماكولوجيكال تريتمنت فشل، ما جابش نتيجه، خلاص تعمل ايه؟ خلاص هتدخل بقى على فارماكولوجيكال تريتمنت. واحده واحده بقى كده، تعال نشوف الفارماكولوجيكال تريتمنت. هو هنا كتاب البورد قال ايه؟ كتاب البورد هنا قال لك رقم واحد انك بتستعمل الانتاسيدز. ايه هي الانتاسيدز؟ المغنيسيوم هيدروكسيد، الالومنيوم هيدروكسيد، والكالسيوم كربونيت. الثلاثه دول نقولهم تاني، مغنيسيوم هيدروكسيد، الومنيوم هيدروكسيد، كالسيوم كربونيت. طيب دول موجودين في السوق في ايه؟ عندك الايبيكو جيل، عندك الميوكو جيل، وعندك الجافيسكون، وعندك المالوكس. كتير يعني. دول كلهم بيندرجوا تحت عيلة الانتاسيدز، تمام؟ طيب ايه ميزة الانتاسيدز؟ الانتاسيدز طبعا سيف ديورنج بريجنسي، دي نقطة. النقطة التانية انها بتدي لك ايه؟ مفعول سريع، بروفايد ايميديت ريليف. باخد 10 ل 15 مللي كده بعد كل وجبة، سواء ميكوجيل سسبنشن او مالوكس او الجافيسكون او الايبيكوجيل. في عندي برضو الساكرال فيت، الساكرال فيت برضو من الحاجات السيف ديورنج بريجنسي، ويعتبر ميوكوزال بروتكتنت، موجود منه في السوق الجاسترو فيت بتاع شركه ايبيكو، تمام؟ يبقى ده كده ايه؟ الفيرست لاين، الانتاسيد والساكرال فيت. طيب ما جابوش نتيجه، الانتاسيد ما جابتش نتيجه، الساكرال فيت ما جابتش نتيجه، هدخل بقى على السكند لاين. السكند لاين هنا عندي اهو، سكند لاين في ان ذا تريتمنت اوف هارت بيرن ديورنج بريجنسي. ايه هو السكند لاين؟ هو الاتش 2 بلوكرز. هبتدي استعمل هنا موليكيول زي الرانيتيدين او الفاموتيدين، بس طبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان الرانيتيدين اتسحب، ما عادش موجود في السوق، وكنا اتكلمنا عنه في فيديو بتفاصيله بتاريخ 1/4/2020 لو حضراتكم تتذكروا. اذا الرانيتيدين ما عادش موجود، فانا هنا قدامي اتش 2 بلوكرز، هستعمل الفاموتيدين او النيزاتيدين. دول دلوقتي اللي متاحين عندي بعد سحب الرانيتيدين او الزنتاك، ما عادش في زنتاك في السوق. فانا ببتدي استعمل موليكيول زي الفاموتيدين او النيزاتيدين. فاموتيدين زي مثلا الانتودين، نيزاتيدين عندي النيزاتيكت مثلا. في حاله ان الاتش 2 بلوكرز ما جابتش نتيجه، ببتدي ادخل على الثيرد لاين وهي البروتون بامب انهيبيتورز. بروتون بامب انهيبيتورز سيف في البريجننسي، زي الاوميبرازول والايزومبرازول والبانتوبرازول وهكذا. اذا عايزين هنا نوصل للخلاصه بتاعه الفيديو، ان انا هنا في الفارماكولوجيكال تريتمنت اوف هارت بيرن ديورنج بريجننسي، الفارماكولوجيكال تريتمنت بيقول هنا اول حاجه فيرست لاين استعمال الانتاسيدز،
اللي هي ايه؟ المغنيزيوم هيدروكسيد، الومنيوم هيدروكسيد، كالسيوم كربونيت، اللي هي الايبيكوجيل والميكوجيل والجافيسكون والمالوكس، كسامري سريع كده اللي اتقال ده الفيرست لاين، ومعاهم الساكرال فيت اللي هو الجاسترو فيت. طيب ما جابوش نتيجه، ادخل على السكند لاين اللي هم الاتش 2 بلوكرز، قلنا اللي عندي في السوق الفاموتيدين والنيزاتيدين، تمام. طيب ما جابوش نتيجه، ببتدي اخش على البروتون بامب انهبيتورز. اذا انا بستعمل الاتش 2 بلوكرز في الحالات اللي هي المور ريزيستنت، اللي الانتاسيدز ما جابتش معاها نتيجه، فتعتبر الحاله دي ريزيستنت. طب افرض الاتش 2 بلوكرز ما جابتش نتيجه، اصبحت الحاله دي مور ريفراكتوري، فهنا حتى الكتاب هنا مكتوب فيه قال لك ان البروتون بامب انهبيتورز انديكيتد ان مور ريفراكتوري كيسز، تمام، ان مور ريفراكتوري كيسز، اما الاتش 2 بلوكرز في الحالات الريزيستنت، تمام. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، ورب يعني نكون قدمنا حاجه مفيده، واشوفكم على خير. شكرا.